طاقة في جمهورية الهند. الهند من أهم دول العالم في إنتاج الفحم، هي المركز الثالث على العالم من حيث أهم الدول المنتجة بعد الصين والولايات المتحدة. تقريبا الإنتاج الهندي يمثل 8% من الإنتاج العالمي للفحم. توجد أهم مناجم الفحم في هضبة الدجلة، ويستغل الفحم كأساس لصناعة الحديد والصلب. سؤال امتحان الجيزة 2017، ما نتائج افتقار الهند للبترول ومصادر الطاقة؟ من المشاكل الرئيسية التي تواجهها الهند أنها تفتقر للبترول ومصادر الطاقة الأخرى، لذلك اهتمت الهند بالطاقة النووية والكهربائية. اهتمت الهند بالطاقة النووية والكهربائية. تطور الصناعة في الهند بسبب وفرة عوامل قيام الصناعة، أهم الصناعات في الهند السيارات، الآلات، الإلكترونيات، كمان مرة، السيارات والآلات والإلكترونيات، المنسوجات والصناعات الغذائية والكيماوية. نقول من الأول، إيه سبب تطور الصناعة في الهند؟ وفرة عوامل قيام الصناعة. أهم الصناعات قلنا السيارات والآلات والإلكترونيات والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماوية. أهم مدن الهند، نيودلهي هي العاصمة السياسية. نيودلهي هي العاصمة السياسية للهند، تتميز بوجود المراكز الصناعية، الجامعات، المناطق التاريخية والأثرية زي تاج محل مثلا. كمان مرة، نيودلهي العاصمة السياسية تتميز بوجود المراكز الصناعية، الجامعات، المعالم التاريخية والأثرية. مومباي عاصمة تجارية. مومباي العاصمة التجارية، أهم المواني، أكبر المدن على الساحل الغربي ومن أكبر المدن الصناعية. كمان مرة، مومباي عاصمة تجارية وهي أكبر المدن على الساحل الغربي، أهم المواني في الهند، وتتميز بأنها واحدة من أكبر المدن الصناعية في الهند. حيدرآباد، حيدرآباد تقع في هضبة الدجلة، أكبر مركز للصناعات اليدوية، تجمع بين الفن المعماري الجميل والمدنية الحديثة، وتوجد بها العديد من المراكز الإسلامية. كمان مرة، قلنا نيودلهي العاصمة السياسية، أحد أهم المراكز الصناعية والجامعات والمعالم التاريخية والأثرية في الهند. مومباي العاصمة التجارية، أهم المواني أو أكبر المواني على الساحل الغربي، وواحدة من أكبر المدن الصناعية في الهند. حيدرآباد تقع في هضبة الدجلة، أحد أهم المراكز للصناعات اليدوية، وتوجد بها العديد من المراكز الإسلامية، وتجمع بين الفن المعماري الجميل والمدنية الحديثة. العلاقات المصرية الهندية تشهد العلاقات نموا كبيرا في الفترة الأخيرة في جميع المجالات، حيث تصدر مصر إلى الهند القطن والأسمدة الخام والمصنعة والجلود والفوسفات. كمان مرة، تصدر مصر إلى الهند، خد بالك معايا عشان ده من الأسئلة المهمة جدا، بيجي في الامتحانات باستمرار، العلاقة بين مصر والدول الأخرى سواء الهند أو ألمانيا أو نيجيريا. العلاقة بين مصر وبين الهند قلنا تشهد نموا كبيرا في الفترة الأخيرة، تصدر مصر إلى الهند القطن والأسمدة الخام والمصنعة والجلود والفوسفات، بينما تستورد مصر من الهند السمسم، الشاي، التوابل، قطع غيار وسائل النقل وغزل القطن. كمان مرة، تستورد مصر من الهند الشاي والسمسم والتوابل وقطع غيار وسائل النقل وغزل القطن. أما صادرات مصر إلى الهند اتفقنا أنها القطن والأسمدة الخام والمصنعة والجلود والفوسفات. نحل بقى مع بعض التدريبات دي. أمامك خريطة لدولة الهند، اكتب ما تدلول الأرقام التي عليها. رقم واحد خليج البنغال، رقم واحد هيبقى خليج البنغال. رقم اثنين دولة، تمام مظبوط، باكستان اللي تقع في الشمال الغربي، دولة باكستان. ثلاثة أهم المواني، أهم المواني تبقى مدينة مومباي، وممكن يقول العاصمة التجارية مومباي. أربعة هضبة الدجلة، هضبة الدجلة أهم مناطق استخراج الفحم. خمسة العاصمة السياسية نيودلهي، العاصمة السياسية نيودلهي. ستة دولة
بنجلاديش، وهي دولة تقع بكاملها داخل الهند، وهي فعليا جزء من الهند، واستقلت عنها عام 1947، عام 1947 بنجلاديش وباكستان كان جزء من الهند وانفصلوا عنها سنة 1947. يبقى بنجلاديش رقم 6 دولة تقع بكاملها داخل الهند. رقم 7 دولة الصين، رقم 7 دولة الصين. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. بيقول لي يتركز سكان الهند في السهول الساحلية والفيضية. العبارة صحيحة. يتركز السكان في الهند في السهول الساحلية والفيضية، تبقى العبارة صحيحة. اتفقنا إن السكان بيتركزوا في السهول الساحلية والفيضية والمدن الهامة مثل نيودلهي ومومباي. تعتبر الهند شبه جزيرة تحيط بها من جميع الجهات ما عدا الشرق. برافو. عبارة خاطئة. الشرق خطأ، ما عدا الشمال، ما عدا الشمال. نيودلهي العاصمة التجارية ومومباي العاصمة السياسية للهند. العبارة خاطئة. نيودلهي قلنا العاصمة السياسية، أما مومباي العاصمة التجارية وأهم المواني على الساحل الغربي. تقع معظم دولة باكستان داخل حدود الهند. عبارة خاطئة، لأن تقع معظم دولة بنجلاديش داخل حدود الهند. آخر سؤال معانا، الهند ثالث دول العالم في إنتاج الفحم. عبارة صحيحة. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. العاصمة السياسية لجمهورية الهند تبقى نيودلهي. العاصمة السياسية لجمهورية الهند هتبقى نيودلهي. أكبر مراكز الصناعات اليدوية بالهند وتضم العديد من المراكز الإسلامية. كمان مرة السؤال ده. أكبر مراكز الصناعات اليدوية بالهند وتضم العديد من المراكز الإسلامية. الإجابة تبقى حيدر أباد. الإجابة هتبقى حيدر أباد. حيدر أباد. اتفقنا ان العاصمه السياسيه لجمهوريه الهند هي نيودلهي. اكبر مراكز الصناعات اليدويه وبها العديد من المراكز الاسلاميه تبقى حيدرابات. العاصمه التجاريه للهند واكبر المواني على الساحل الغربي. الاجابه تبقى مومباي. الاجابه تبقى مومباي. بعد كده بيقول لي دول السهول الشرقيه للهند، السهول الشرقيه للهند وتطل على خليج البنغال تبقى كروماندل. كمان مرة، تبقى كروماندل. السهول الشرقية للهند اهي كروماندل. اخر سؤال معانا، دولة تقع بكاملها داخل الهند تبقى بنجلاديش. بما تفسر تفوق الهند في صناعة الحديد والصلب؟ الإجابة تبقى وجود الفحم في هضبة الدجن. كمان مرة، تفوق الهند في صناعة الحديد والصلب. الإجابة وجود الفحم في هضبة الدجن. السؤال الثاني، لماذا تهتم الهند بالطاقة النووية والكهربية؟ لأنها تفتقر للبترول ومصادر الطاقة الأخرى. لأنها تفتقر للبترول ومصادر الطاقة الأخرى. لماذا تعتبر الهند من أهم الدول المنتجة للأسماك؟ قلنا لأنها تطل بسواحلها على خلجان طويلة أو طول سواحلها على الخلجان. قلنا لديها جهات ساحلية طويلة على البحار والخلجان زي البحر العربي وخليج البنغال. قلنا يصل طول سواحلها إلى 7000 كيلومتر. كمان مرة، الهند من الدول الرئيسية المنتجة للأسماك. طول سواحلها على البحار والخلجان مثل البحر العربي وخليج البنغال. توجد بالهند ثروة حيوانية ضخمة، قلنا بسبب كثرة المراعي الطبيعية خاصة الحشائش القصيرة في هضبة الدنيا. قلنا اتبعت الهند سياسة تنموية مختلفة في مواجهة المشكلة السكانية. قلنا عن طريق الاهتمام بالتعليم، تطوير البحث العلمي مما ساعد في تقدم الزراعة والصناعة. آخر سؤال معانا، ما النتائج المترتبة على افتقار الهند للبترول ومصادر الطاقة؟ افتقار الهند للبترول ومصادر الطاقة. الإجابة هتبقى اهتمت الهند بالطاقة النووية والكهرباء. اهتمت الهند بالطاقة النووية والكهرباء. ما نتائج وجود الفحم في هضبة الدجن؟ الإجابة تبقى
قيام صناعة الحديد والصلب، قيام صناعة الحديد والصلب. شكرا لحسن استماعكم، أتمنى نكون قدمنا لكم معلومة مفيدة، وإن شاء الله تابعونا على اليوتيوب على قناة مدارس الفضائل الإسلامية. نشكر إدارة المدرسة إنها أدتنا الفرصة دي إن إحنا نتواصل مع طلابنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم دايما. وكما عودتنا الفضائل دايما بنتعاون مع البلد في أي ظروف، لأن هو ده شعار مدرسة الفضائل إن إحنا جزء من المجتمع وبنعمل في خدمة مصر الحبيب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.